تعالي نروح نشوف سوق أسوان واللي كان فيه جولة أيضا رئيس الوزراء الزميل العزيز محمد نشأت، طبعا رغم إرهاق الأيام اللي فاتت لكنه حريص أنه برضو يدينا جولة كده في المدينة في طبعا صباح ختام أيضا ملتقى الشباب العربي الإفريقي. صباح الخير يا محمد، وأنت قدامه، أنت واقف قدام محل عصير القصب، واضح. اهلا بيك، قول لنا بقى ايه الحديث اللي دار ما بينه وبين صاحب المحل، حاسب ولا لا، وايه كمان اللي كان بيدور في الشوارع، وطلبوا ايه من رئيس الوزراء كمان؟ طيب، صباح الخير الاول عليك حسام وعلى مها وعلى كل مشاهدي برنامج صباح الورد وعلى كل مشاهدي قناه تن. يمكن احكي لك قصه بسيطه. كنت من يومين متواجد هنا في منطقه السوق القديم باسوان، كنت انا والزميل عماد خليل كنا بنجهز لتخطيط تن في المساء، وكنا متواجدين على مقربه من هذا المحل، محل عصير القصب، وكنت واقف ففوجئت في ظهري رئيس الوزراء ووزير الاثار ووزيره السياحه. طبعا في الاول انا ما استوعبتش، هل دوت فعلا رئيس الوزراء اللي ماشي بدون اي حراسه وبدون اي محسنه خالص انه موجود اصلا؟ فكان هو فعلا دوت رئيس الوزراء، لقيته داخل محل عصير القصب دوت يشتري عصير القصب ويشرب في حالة بهجة، والناس كلها كانت ملمومة بتتفرج مش مصدقة، هل دوت فعلا موجود عندنا في مصر؟ بالنسبة لي كان الموضوع يعني غريب قوي. يعني أنا لما بنطلع في جولات ولا بنشوف، يعني بنشوف كم الحراسة وكم التجهيزات، لكن احنا لقينا رئيس الوزراء والسادة الوزراء ولابسين لبس كاجوال خالص وماشيين بيتمشوا في الشوارع وجايين يشربوا عصير القصب من أحد الأماكن الموجودة في منطقة سوق أسوان القديمة. يمكن الحاج احمد ساعتها انا كنت متواجد هنا اصلا واتكلمت معاه، فعايزين نشوف بقى منه هو الكواليس، يعني بلاش احكي انا لان فعلا كنت متواجد، بس عايزه هو يتكلم ويقول لنا الكواليس. دلوقتي هنصطحبكم في جوله من داخل محل عصير القصب ونشوف الحاج احمد لو سمحت. يا حاج احمد صباح الخير عليك على شاشه قناه تن. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. يعني من البدايه بقى انا عايزك تحكي لي، من ساعه ما رئيس الوزراء كان معدي في الشارع في منطقه سوق اسوان وداخل المحل عندكم واشترى عصير القصب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان معدي كده بالصدفه، احنا لقيناه داخل عندنا المحل، فحتى بدون حرس او كلام زي كده، يعني اول ما دخل كده شرب، قال عايز اشرب عصير وكده، واعجب بيه خالص، تمام. وحتى الساده الوزراء اللي كانوا معاه شربوا برضه واتبسطوا خالص من العصير جدا، يعني حتى قال طعمه جميل وكده يعني. طيب السؤال بقى اللي بيشغل بال الكتير، هل رئيس الوزراء حاسب؟ طبعا حاسب زي اي حد. دفعناه طبعا. لا دفعناه طبعا، هو دفع، هو ما اصر انه يدفع كمان. اصر انه يدفع. احنا من اول ما متواجدين معاكم اصلا وانتم اهل الكرم كله، يعني فده كان السؤال اللي بيشغل بال، هل حسبت الحكومه على الفلوس؟ لا، واحنا قلنا له خلي، بس هو اصر انه يدفع. فحتى هو والضيوف اللي كانوا معاه شربوا برضه وده حسبه. طيب عاوز اعرف، هل في حوار دار بينك وبين رئيس الوزراء، او دار بينك وبين الساده الوزراء؟ يمكن انا كنت ساعتها شايف وزير الاثار بيتكلم معاكوا، بيتكلم مع حتى زمايلك في الناحيه الثانيه، وكان بيواجه رساله تطمينيه وبتاع، هل دار اي حوار من اي نوع؟ والله هو اصلا يعني جايه رئيس الوزراء كده بدون حرس وكده، دي بتثبت ان الشارع وان اسوان كده والبلد كلها اصلا الامن 100 100. قصدي ما اتكلمش معاكم في اي حاجه، مثلا على القصب، على العصير. قال طعمه جميل جدا، بس العصير يعني. يعني انا ساعتها كنت شايف كم البهجه اللي موجود عليه وهو بيبص للوزراء والمساعدين اللي معاه وبيتكلم على ان العصير جميل. ده على فكره ده شجعني ان انا اشرب على طول بعديها عصير بعديها بدقيقتين يعني. هو كان بيتكلمه على، بيقول له طعم جميل كده، حتى لما وقف على العتبه بتاعت المحل كان بيقول له ايه؟ بيقول له طعم العصير جميل خالص يعني، هم كانوا بيتكلموا مع بعض. يعني انا ساعتها شفت رئيس الوزراء كان بيوزع العصير على الوزراء والمساعدين بتوعه وعلى المستشارين الاعلاميين، ويعني كانت حاله كده جميله. ايوه، ما هو بس لما طلع بره كده كان بيقول له ايه رايك؟ بيقول له جميل خالص يعني، حتى اللي كانوا معاه كلهم شربوا يعني حوالي 7-8 كوبايات كده خدوها. طب السؤال بقى، انت كنت تعرف ان ده فعلا رئيس الوزراء؟ الاول ما كنتش اعرف، بس لما جاب مصور وكده عرفت طبعا. فعشان كده هو جميل انه جاي من غير حراسه وكده، ده حاجه بتثبت طمانينه للشارع يعني، وبالذات للسياحه وكلام زي كده يعني. بس ما احنا حتى عايزين شباب المنتدى كله يحزب الحزوه بتاعته كده ويجي عندنا في الشارع وكده يعني. فعشان كده يعني. انت يعني عملت العصير بنفس الشكل ده؟ بنفس الشكل زي كده، وطبعا زي كده، واخدوا تكاوي يعني. بس هذا المقصد يعني.
يعني انا بشكرك حاج احمد، ويعني انت دلوقتي حديث الراي العام تقريبا كله على الفيسبوك، انت بقيت ترند رقم واحد يا باشا. احنا تحت امركم وشرفونا في اي لحظه هنا، والمنتدى بالصلاه على النبي شغل البلد يعني وكده، واحنا عايزين على طول برضو ايه الناس تحذو حذو وتعدي في الشارع برضو. يعني انتوا ناس اهل كرم واهل جود، وربنا يكرمكم وان شاء الله اسوان في حال افضل والايام اللي جايه تبقى افضل عليهم. الله يخليك، شرفتونا، فرصه سعيده، تحت امر سيادتك. بشكرك، يعني زي ما شفت حسام وزي ما تابعت يا مها، هي دي الحاله اللي اترصدت هنا من داخل محل عصير القصب. احنا يعني زي ما شفنا بجد الاجواء مبهجه جدا، الاجواء يعني زي ما احنا شايفين. الحاج احمد مفيش شويه عصير؟ حاج احمد فيها يا باشا. عايزين الحاج احمد شويه عصير. يعني العصير بجد كان طعمه جميل. بالهنا والشفا يا محمد. بعد ما رئيس الوزراء تفضل ودخل وشرب بالهنا والشفا. بس ما تنساش تحاسب. يعني اجيب لك شويه وانا راجع القاهره. يعني بص، هات لنا معاك قصب وانت جاي. هجيب لك شويه وانا راجع القاهره. ميرسي يا محمد. هعمل كده. ميرسي يا محمد. يا جماعه والله فعلا القصب جميل بجد. يعني عايزين شويه بقى. ميرسي يا محمد وصباح الفل. ومحمد في الحقيقه عمل تغطيه مميزه جدا 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 على مدار ايام فعاليات ملتقى الشباب العربي والافريقي باسوان.